لو كان يعيطوا لك في مسلسل ويقول لك رشح صانع محتوى يشارك معك ولا معكم في البروجي، شكون هو صانع المحتوى اللي تشوف باللي يقدر يتكونفيرتو للدراما ولا الكوميك، يقدر يجي من هذه المدرسه الجديده اللي نقدر نقولوا صانع محتوى؟ والله ما نعرفهم يا ما. كان بزاف اللي بتلو معك باريكزوم بهذا العام. بعطيني شكون يا منى؟ بدات بصناعة المحتوى كذا يا منى، يا دايره مسرح جو بونس. وي مسرح ماشي صانع فيديو محتوى، كدير دي فيديو كوميك ومن بعد وي بصح رحت للتلفزيون. بصح ماشي صانع محتوى، سي واحد كيدير لي فيديو سير انترنت يعتبر صانع محتوى، يعني معناتها نقولوا بان في انترنت انستغرامر يوتيوبر مثلا. ستالي ثاني شفناها اللي خدم خدم في الدراما حتى سيد احمد، سيد احمد راه معاكم في البراني. احمد هادو صناع محتوى وتكونفرتوا في الدراما وفي الكوميديا. كنقول لك رشح لي اسم. شكون اللي نعرفهم؟ ما نعرفهمش كاع البروبليم. هاي من اللي كانوا معاك يا سيدي؟ اللي كانوا معايا، اللي كانوا معاك شفت يا منى، يا منى عجبك الاداء تاعها في الديو معاك؟ لعبت مليح على بيان جو. كان ديو بيان هادي اوريجينال يا منى، عندها البروفيل تاعها. كانش واحد اخرى اللي عندها البروفيل هذا. ما من المشاهد شفناها في الديو معاها كانوا صدى محترم صح. لو كان مداحي